السلام عليكم. اليوم نروح الولايه تاع الجالمه لنعرفكم على المشروع نتاع الجزء الثاني من خط السكك الحديديه المنجمي للشرق الجزائري، واللي خاص بنقل مناجم الحديد من منطقه الوينزه، وكذلك نقل الفوسفات في إطار مشروع المدمج لإنتاج الفوسفات وتحويله. إذن في خط انطلقت الأشغال فيه من بين من ولاية تبسة إلى حدود ولاية عنابة على الساحل المتوسط. وهنا اليوم أنا في بصدد الكلام على الجزء الثاني من هذا الخط، اللي يقع في ولاية قالما وبالضبط في بلدية بوشقوف بطول 54 كيلومتر. نخليكم تتابعوا إذن جانب من أشغال نتاع الخط هذا، واللي تحتوي على يعني ازدواجيته أولا، ثم تحسين المسار ووضع الإشارات الكهربائية. إذن نخليكم تتابعوا هذا الفيديو حول الموضوع، والسلام عليكم. على مسافة 54 كيلومترا يمتد مشروع الخط المنجمي الشرقي للسكة الحديدية في شطره الشمالي الرابط بين عنابة بوشقوف بقلمة. تجسيد هذا المشروع أسند لسبع شركات جزائرية بكفاءة محلية لتسريع وتيرة الإنجاز. التحقنا بالمشروع مع بداية المشروع، هنا نكملوا نديروا في الدراسة التكميلية للمشروع عنابة بوشقوف على طول مسار 54 كيلومتر، وكما الدراسات التوبوغرافية هي مكتملة 100%، وعندنا الدراسات جيوتكنيك هي في مرحلة نهائية. تكليف لإنجاز هذا المشروع تجمع لسبع شركات جزائرية. عنابة معنية بالمقطع الشمالي اللي يمتد على مسافة 54 كيلومتر، عنابة بوشقوف يعبر ثلاث ولايات، عنابة الطارف وقالمة، يحتوي على 30 منشأة فنية مخصصة للطرقات، 66 منشأة لتصريف المياه لزوفراج دو دريناج، ثلاث جسور كبيرة للسكة الحديدية، نفقين بطول 1850 متر، نفق مغطى اون ترونشي كوفيرت دون لونغور دو 750 متر لينيير. وفي مسعى لرفع التحدي وتلبية احتياجات هذا المشروع العملاق، المؤسسة الوطنية لصناعة معدات السكة الحديدية وتجهيزها ستعتمد في إنتاج أزيد من 1800 عربة للفوسفات على النوعية والمواصفات التقنية الدولية. فيروفيال مستعدة باش تقوم بإنتاج 1820 عربة نقل خلال الثلاث سنوات القادمة، يعني من 2024 إلى غاية 2026، بمعدل حوالي 600 عربة كل عام. ولتعزيز المداخيل بالعملة الصعبة وتنويع الصادرات وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، تجري أشغال إنجاز ميناء عنابة لتصدير الفوسفات المعالج وميناء حاوية الفولاذ على مساحة تزيد عن 80 هكتار. التوسعة في حد ذاتها راح تكون 1600 متر على 300 متر مع 82 هكتار. الكي راح يكون فيه 1600 متر، العرض نتاعو 300 متر. الحاجة المهمة في هذا هو انه العمق راح نوصلو ناقص 16 متر، راح يسمح لنا باش نستوعبوا يعني البواخر ذات الحجم الكبير تدخل بكل سهولة الميناء عنابة. لتوسعة الميناء ولإنجاز ميناء لتصدير الفوسفات المعالج، يعني هناك مشروع سينطلق إن شاء الله، راهم في اختيار المقاولات. الخط المنجمي الشرقي للسكة الحديدية مكسب هام سيسمح بتحقيق انسيابية في نقل البضائع والسلع.